بسم الله، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحج عرفة، هذا يعني أن الصعود إلى هذا الجبل الجغرافي القائم في مكانه من الحجاز له دلائل شخوصية، دلائل مكانية، يمكن السعي والطواف وما سبق ذلك هو تمهيدات وحواش، ولكن الحج عرفة، الوصول إلى عرفة مناجات مباشرة مع السماء، الأدعية بما يجود الله به على القلب من التوجه من الدعاء، كذلك في رياضة عرفة، الوقوف في عرفة، الوقوف في جبل الرحمة بالحديث الشريف بالسيرة المقدسة، كل العرفات موقف، يعني حيث وقف الحاج من هذا الجبل يعتبر موقف. الآن بتصورنا مرة كذلك في ما يشبه التساؤل أو المؤتمر أو اللقاء في الفضائية السورية، كان تلاق حول هذا الحج، حول هذا الموسم، ما المقصود بالحج عرفة؟ الحج عرفة هذا الجبل الصاعد المواجه للسماء، في الشعر العربي بيقولوا أنا حسبي أنني من جبل هو بين الله والأرض كلام، هذا أمر. لكن فتح لنا أن عرفة، كثيرين ناس يأتون إلى عرفة كالذي رأيناه في حديث آخر، كالذي رأيناه في قلب الكعبة وهو يبغي الكبلة أو القبلة. يمكن كمان كثيرون من الناس يصلون إلى عرفة ولكن أيضا يبحثون أين الموقف، ما القضية، أين جبل الرحمة. نحن نقول إن عرفة كلمة لها تضاريسها اللغوية كما أن لها تضاريسها الجغرافية. عرفة باللغة مثل قولنا مثلا كتبة، كتبة مفردها كاتب، عرفة مفردها عارف، عبدة مفردها عابد. إذن عرفة هو مجموعة هذه الحشود من الألباب، من أولي الألباب الذين عرفوا حق الله عليهم وعرفوا أن الفرض، فرض الحج، يقتضي الوقوف بعرفة، فتحملوا بأجسادهم وتحملوا بقلوبهم ترك أوطانهم وأولادهم وجاءوا للقاء عرفة أو لموقف عرفة. بترجمة أخرى، العرفة هم، يعني الواصلون إلى جبل عرفة هم العرفاء، يعني لو وصلنا إلى الجبل ولم نفقه ولم نفهم الشعيرة أو سر الشعيرة أو قصد الشعيرة لا نكون قد حججنا، لا نكون قد وصلنا إلى هذا المصطلح الذي هو العارفية أو العرفائية أو العرفانية، العرفان. العرفان يعني الحاج عندما يقف على هذا الجبل ويناجي ويدعو الله يشعر أنه عرف أمرا في وجدانه، عرف أمرا في قلبه، هذا هو عرفة، يعني مجموعة هذه الحشود من أولياء الله، من أهل الله، من عباد الله، من بلاد الله، الذين جاءوا إلى هذا الجبل عرفانا بواجب الطاعة. أمرنا لله على الناس، ولله على الناس حج البيت،
من استطاع إليه سبيلا. إذن عرفوا ضرورة الطاعة، ضرورة التلبية، ضرورة المجيء إلى هذا الجبل. فالآن الوصف جبلهم اسمه عرفة تكريما لألبابهم، تكريما لعقولهم التي عرفت واجب الطاعة ولبت بالمجيء إلى هذا المكان وفتحت قلبها ويدها تدعو الله سبحانه عز وجل ليعيد العلاقة بين قلب الإنسان وقلب الرحمن، ليكون الإنسان عائد إلى الفطرة وعارف بقيمة الفطرة وبقيمة هذه العلاقة الواصلة بين نور قلبه وبين نور ربه. إذن العرفان الجديد أو الحج الجديد أو فلسفة الحج الجديد، فقه الحج الجديد، هو أنك تأخذ من هذا الحج بقدر ما تفقه منه. كانوا يقولون بالأخبار القديمة، للأسف يقول أحد أمراء الحج وهو أمير الحج، يقول إن ما حج هذا العام إلا أنا وناقتي وعلي بن يقطين أو رجل من الكوفة مثلا. يعني معناها ما أكثر العجيج وأقل ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، كلام سمعناه وقرأناه في كتب التاريخ وفي كتب السير. لذلك نحن نوجه إلى التلبية القلبية، التلبية الطاعتية، نكون من كل الأحشاء، من كل الجوارح، نتقدم نحو الله ونصعد إلى جبل الله، إلى جبل العرفان أو جبل عرفة. اجتهادنا في الضغط على أهوائنا هو المنافع للناس. السيد المسيح عيسى بن مريم يقول: ما جدوى أن نربح العالم إذا خسرنا أنفسنا؟ ونحن بالواقع ما جدوى أن نقوم بكثير من الطقوس ونفقد الوعي، نفقد الفهم. طبعا وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله، الآية تقول: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن نقول كل الحجاج الذين يجيئون إلى الحج مباركون وهم في ضيافة الرحمن وسينتفعون من هذا، لكن الذين يرونهم، الذين يفكرون بالحج، الذين يعتقدون أن جبل عرفات هو هذه التضاريس الجغرافية وحسب، ينبغي أن يخطوا خطوة جديدة نحو هذا الجبل ونحو أن القيمة للعارفين الذين جاءوا إلى هذا الجبل ولبوا أمر الله. وفي حديث آخر قلنا عن التلبية: ولبيك اللهم لبيك، هذا يعني السلام. لبي يعني السلام بلغة من اللغات، لكن هنا نحن في الجبل، في جبل بين الله والأرض كلام. هذا الجبل يمنحنا هبات، من هذه الهبات أن الذين زاروا هذا الجبل في كل الأجيال في كل التاريخ كان معهم أئمة، كان معهم خلصاء الله الذين يدعون. من هؤلاء الخلصاء الذين جاءوا إلى الجبل الحسين بن علي، ودعاؤه في عرفات دعاء مشهور جدا، وهو يحرض على السعي على الصراط المستقيم إلى الله: يا رب لا تأخذني بالآثار فإن ذلك يبعد المزار، ولكن اجمعني عليك بخدمة توصلني بالحب إليك. وقد جمع الله الحسين عليه كما تعلمون، وكثير شعراء حكوا مع الحسين أيضا فيما بعد: أحبك الحب لم يمزج بأوقاتي، يا من يريني صفات الحق بالذات. رؤية عرفات، الطقس الذي نمارسه
حجاجا على عرفات هو طقس له بناه العظيم الشكلية، ولكن له معانيه ورؤاه الداخلية. من يخبرنا ما الذي رآه في إحدى حجاته في عرفات؟ من يبوح لنا؟ من يغامر بأن يقول لنا كيف رأى؟ كيف العرفاء بيقولوا وكان ما كان مما لست تعرفه فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، مع ذلك إني نذرت للرحمن كلاما أتكلم فيه للإخوة الحجاج وللإخوة الذين الحجوا في مقاصدهم ومطامحهم ولو كان يوم جمعة، فالأخذ من خزينة الصمت أولى بالمحبة. المودة لا شروط لها ولا تحتاج إلى قرابة، فكيف إذا اجتمعت المودة والقرابة؟ كل ابن آدم قريب ابن آدم، وكل بنت حواء قريبة بنت حواء. الناس كما في سورة الرعد أيضا إنما المؤمنون إخوة، فما الذي ينبغي أن يفعل الأخ نحو أخيه؟ هذه رسالة الحج إلى العالم، ولكنها رسالة ماسلة بشخوص الناس، بأجساد الناس، بلباس الناس، بالمناسك التي يمارسونها، وبما يلي الوقوف من عرفة، من الازدلاف إلى مزدلفة، من النفرة إلى منى، من القيام بتأدية الفداء، تأدية النزور، من العودة إلى المكة لحج طوافي جديد يسمونه حج الوداع. أنا لا أودع، أسلم وأترك ودائع، ودائع المعرفة، ودائع الكلمات المعبأة. عرفات نعم هو جبل جغرافي، ولكن عرفة هو جمع من أولي الألباب تجمع في تاريخ الدنيا فصار لنا هذا الطقس الذي هو العرفان، عرفان الصلة، عرفان حق الله، عرفان تقدير عباد الله والنفع لهم، لأن أحبكم إلى الله أنفعكم لعيال الله. نحن نعتبر موسم الحج نوع من الهدايا يقدمها الحجاج لكل أهل الأرض، لأنهم يرون الأسود إلى جوار الأبيض، وهذا العام يمكن يرون ما أكثر تحقيق الأمر في كل مكان من هذا العالم. لكم السلام، لكم التحية، لكم الاحترام، وإن شاء الله حج مبرور وزيارات مقبولة وحواس يقظة ومتنبهة للجوهري من الكلام والجوهري من الحياة. سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.